بكل حال بنرجع بنقول مثل ما بلشنا بالبداية انه ما اروع الفن وما اروع الثقافة لما بيتخطوا كل الاجواء السياسية المكفهرة والسوداء والول وبنعمل هالضوء المهم اللي عملته. نحن استاذ محمد عنا مشاكل، انا بعرف ان احنا عنا مشاكل كتير. نعم. بالبلدان العربية، بس ما بقى فينا نقعد ونقول عنا مشاكل، في محلات تانية فينا ننجح فيها. خلينا نروح اسعى يا عبدي، اسعى انه خلينا نفتش وين في باب نفوت من هالباب، مش انه نقعد ونسكر نحن على حالنا كل البواب تعبنا يعني. وهيدا شيء عم يزيد، هيدا شيء عم يزيد لانه عم نتقوقع يعني وعم نبكي وما بيصير، بدنا نطلع لبرا. على كل حال سترولا، بتصور مبادرتكم هلا والنتيجه اللي وصلتي لها بالمجلس الدولي للموسيقى او مجلس الموسيقى الدولي بياكد انه لما بنتحرك بنوصل، ولما بنضلنا محلنا بنضل ننعي ننعي ونوصل لمحل 100%. وكيف بدنا نوصل اذا ما نتحركوا؟ 100%. واكيد في دعم الدوله لازم يكون، يعني اللي هو معدوم لازم شوي يتحرك كمان. صحيح انه في اشياء اساسيه الدوله مشغوله فيها، بس هو في اشياء تانية حدا كتير بسيطه يعني بتعطي امل لكتير للشباب. شو عندك ببالك يعني من خلال هذا الموقع انك تعملي؟ يعني كنا حكينا انك تفوتي عرب قد ما بدك بعد، او انك تعملي شغله تبيض وجه العرب، او تعرفي الموسيقى العربيه للعالم. شو في شيء هيك مشروع؟ انا قلت له لدكتور بسام سابا مدير الكونسرفاتوار، وبتمنى له كل التوفيق، انه التاريخ رح يذكره اذا بيقدر يرجع، لانه كان في المجلس الوطني للموسيقى بلبنان يضم كل هالموسيقيين تحت جناحه. هو هلا يعني هو المرجع الاساسي، الكونسرفاتوار الوطني هو المؤسسه الوحيده الموسيقيه تابعه للدوله، على جمع الاخرين، فاكيد بيتذكر له اياها التاريخ. وانا بتمنى ان اكون وانا موجوده تحت تصرفه انه نجيب رعايه دوليه لهذا الموضوع من خلال المجلس، من خلال المجلس الدولي للموسيقى ينخلق شيء اسمه المجلس الوطني اللبناني للموسيقى. هذا بمجالنا يعني، رح نعتبرها دعوه كمان عبر هذا اللقاء. أكيد. انه إذا كان الإمكانية متوفرة أنه يتم إنجاز هذه الخطوة. أنا بعتقد أنه ما بدأ شيء، بس يتخذ القرار جد، بس يتخذ القرار الجدي، أبدا ما بدأ شيء.